طبعا يا جماعة، وزي ما شفتوا ووريتكم قبل كده واحنا بننقع، وقلنا ده احلى سماد. طبعا سماد طبيعي وسماد قوي جدا جدا جدا، ينفع لكل النباتات، مفيد جدا، في كالسيوم، في بوتاسيوم، مزود بكمية فيتامينات رهيبة جدا لأي نبات، من غير تكلفة ومن غير أي حاجة ولا نشتري أي حاجة. الموضوع بسيط جدا يا جماعة، بواقي قشر موز عند حضرتك، بلاش عند حضرتك، انا عارف ان الموز غالي دلوقتي وصعب ان احنا نجيبه. هتلاقي موز، مش عايز اقول لك الفتش في الزبالة، يعني لو 70 3 موز كفاية جدا، او لو انت جبت موز ربنا كرمك وعرفت تشتري موز. الموضوع بسيط جدا، كل اللي هتجيبه هتيجي تنقع الموز، قشر الموز ما ترموش، هتنقعه في شوية مية زي دولت مع قشر البطاطس. طبعا البطاطس متوفرة، قشر البطاطس اهو مفيد جدا يا جماعة جدا للنباتات. وزي ما انتم شايفين كده، ده الخليط اللي احنا عملناه من قشر الموز وقشر البطاطس. طبعا سيبناه 24 ساعة، يومين، 3 اسبوع، سيبه زي ما انت عايز تسيبه. طبعا احنا خدنا منه قبل كده وسقينا بيه التوم وسقينا بيه بعض النباتات، طبعا وزودناه تاني مية زي ما انتم شايفين كده لون المية بقى عامل ازاي. طبعا ممكن نستفاد بقشر الموز وقشر البطاطس، بعيد ان احنا ننقعهم في ميه كده، ممكن نسيبهم ينشفوا في قلب الشمس، وبعد ما ينشفوا نطحنهم ونحطهم برضو في قلب عفوا نحطهم للنباتات. لو انت زارع مثلا قصيص في نعناع او ريحان، او زارع في ورد، او زارع جرجير، او زارع فجل، او زارع كزبره، ممكن تضيف التربه دي بسهوله جدا اللي هي بتبقى بودره. النهارده احنا ان شاء الله هعملنا الطريقه اللي هي ان احنا هنعمله زي ما انتم كده سائل. نقعناه في الميه، سيبناه يومين 3 4، بس طبعا كده يا جماعه بيبقى مركز جدا، فاحنا هنعمل له عمليه تخفيف. كل اللي هنعمله ان احنا هناخد الحله دي كده، واخد بالك يا جماعه، خليكم معايا، وهنبدا نضيف فيه جردل، ما عندنا فيه ميه اهو كتير، وهنبدا نقلب الميه دي كده، هنعمل له عمليه تخفيف كده. بقى عندنا يا جماعه اكتر من 20 لتر او 30 لتر سماد طبيعي من قشر الموز والبطاطس. خلاص يا جماعه ده كده ممكن، خلاص عايزين نضيف عليه تاني، نضيف مش هنضيف، ممكن نسيبه في قلب الشمس ينشف، وبرده نطحنه ونحطه في اي ايه على اي نباتات. ده خلاص كده يا جماعه وظيفته انتهت، ومش عايزينه في اي حاجه غير ان احنا بعد كده هننشفه. عايز تضيف عليه تاني مفيش مشكله، هتاخد منه تاني وتالت لحد ما الحاجه دي تلاقيها دابت، قشر الموز نفسه خلاص بقى عامل زي العجينه، بقاش له اي لازمه خالص، وهنستعمله برده. بعد ما طبعا عملنا المحلول بتاعنا ده اللي هو بقى، بصوا يا جماعه عامل ازاي، كل ده طبعا كانوا كميه بسيطه صغيره، بقى كميه كبيره جدا هنستفاد بيه. طبعا هنستفاد بيه بايه دلوقتي يا جماعه؟ هندور ايه اللي عندنا اللي هو محتاج ان احنا نعمل له عمليه انعاش او ذاب. عندنا طبعا نبات الفول بتاعنا، شجر الفول بتاعنا اهو، ده يا جماعه شجر الفول. انا حاسس ان شجره الفول يعني بتطلع، يعني بصوا هنا يا جماعه، هنا القرون بتاعتنا طالعه اهي، يعني عود الفول نفسه، الساق بتاع الفول نفسه ضعيف، انا حاسس ان هو ضعيف، مش طالع كده بعافيه وطالع واقف. ايوه مطلع زهور وكل حاجه، بس العود نفسه صغير، مش قوي. حتى بصوا قرن الفول طالع عليه، بنقول قرن، طبعا قرن الفول طالع صغير ازاي، تحس كده ان هو يعني ضعيف، مش طالع كده، عارف انت لما يبقى عندك يعني عيل صغير تقول له ده الواد ده طالع عافي، بالظبط كده يا جماعه. بص قرن الفول طالع ضعيف، الشجره نفسها طالعه ضعيفه، اي شويه هواء بيهزوها زي ما انتم شايفين كده. فاحنا هنبدا في الوقت ده اللي هو الزهور بتبدا، ان هي زهور الفول شغاله دلوقتي، وان هي هتبدا خلاص تعمل قرون زي دي، او القرون زي ما هي كده، احنا هنحاول نخليها تبقى قويه شويه. كل اللي هنعمله يا جماعه، طبعا احنا هنيجي جنب شجر الفول مثلا، خلينا جنب شجره زي دي، اي حشائش طبعا موجوده جنب شجره الفول احنا هنحاول ان احنا نشيلها وننظفها كده، عشان ما تستفادش بالمحلول اللي احنا هنحطه كده يا جماعه. اهو ما خليناش اي حاجه تحت شجره الفول، فاضيه خالص زي ما انتم شايفين كده. نفس الكلام هنا كده يا جماعه، هنيجي هنا تحت الشجره دي برده، ونشيل اي حاجه شائش طبعا ضاره، في خبيزه بقى، في جرجير، في اي حاجه طبعا اهو، احنا بننظف تحت الشجره خالص، مش هنخلي اي حاجه، عشان المحلول اللي هنحطه ده يبقى نستفاد بيه زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. اهو نضفنا هنا برده تحت شجره الفول، نيجي برده هنا
طبعا زارعين جرجير اي حاجه براحتك. بص بقى نشيل ده كله كده خالص، كل يا جماعه بصوا كل الحاجات اللي هي جنب شجره الفول دي عامله لها عمليه تاثير، بتاخد منها الغذاء. نفس الكلام هنا يا جماعه، متخليش اي حاجه خالص جنب ايه، جنب شجره الفول، حتى لو حاجه انت محتاجها بلاش، يعني ايه ابعد، نظف جنبها خالص كده بالطريقه دي اهو زي ما انتوا شايفين كده يا جماعه. يبقى نظفنا هنا ونظفنا هنا، وادي كمان واحده. كده يا جماعه زي ما انتوا شايفين بايه، نظفنا حوالين شجره الفول دي، ضعيفه قوي. بصوا يا جماعه من المنظر عامل ازاي، سبحانك رب. بص بالله عليكم شوف شجره الفول ما فيهاش خالص اساسا، هي مش مستحمله حد يقرب منها. انا هفرجكم الشجره دي هتبقى عامله ازاي. بصوا يا جماعه الشجره عامله ازاي، ضعيفه ازاي. خلاص اهو، وهنا نفس الكلام برضو. عفوا ان انا بطول عليكم، بس انا عايز اوريكم الحاجه بصراحه على طبيعتها، يعني عايز اوريكم اللي انا بعمله على طبيعته. نفس الكلام هنا يا جماعه اهو برضو. برضه نفس الكلام اهو، مش هنخلي اي حاجه جنبها خالص. بص حتى سبحان الله الشجره قد ايه، الشجره صغيره قد ايه يا جماعه ومطلعه. بصوا سبحان الله الشجره قد كده ومطلعه، هي عايزه تطلع، يعني هي الشجره عايزه تطلع فول. امال بقى ما نحط لها ايه، السماد. وكده يا جماعه يبقى احنا ايه، جهزنا زي ما انتم شايفين كده، جهزنا الفول. بس سبحان الله بص يا جماعه قرن الفول عامل ازاي، الفول البلدي بتاعنا فول جميل طبعا، ولا اي طبعا مبيدات ضاره ولا حاجه، زراعه بلدي في بلدي في بلدي، كله بلدي، حتى الغذاء اللي هنحطه لهم هنحطه لهم بلدي. وادي يا جماعه المحلول بتاعنا اهو، هنبدا ناخد براحه كده طبعا، احنا خفيناه ونبدا ندي الزرعه بتاعتنا اهو شويه، وهنا كمان شويه اهو. كل ده يا جماعه بيفيد النبات، وحاجه طبيعيه من البيت من المطبخ اهو. هنا نفس الكلام، كل الكلام ده يا جماعه لو هنعمله كل اسبوع لاي نباتات. نفس الكلام عندك انت برضو في البيت لو زارع، ناس كتير جدا بتشتكي من يقول لك احنا بنجيب الزرعه من المشتل ما بتكملش 15 يوم وتكون بايظه اهو. يا جماعه ادي طبعا المحلول بتاعنا ده قوي جدا طبعا، لازم تخفه عشان ما ياثرش عليه بالسلب. ناس كتير بتشتكي تقول لك احنا بنجيب الاصريه، بنجيب الاصاري من المشتل، تقعد عندنا 3 4 ايام اسبوع وتقوم ميته. طبعا لازم تموت لانك انت بتهتمش بيها، انت بتجيبها بتحسسها ان انت بتقول لها خلاص انت هستعبدك عندي، لا هي محتاجه غذاء طبعا اهو. يا جماعه لازم ندي كده اهو، الحاجة محتاجة غذاء يا جماعة، لازم على طول عندك شوية قشر بصل، شوية قشر موز، شوية قشر بطاطس، الحاجات دي كلها ما ترميهاش، تنقعها، ممكن تنشفها وتطحنها تحطها تحت الزرع، الزرع يشرب منها ياكل منها
وتسقيه. ادي يا جماعة ايه المحلول بتاعنا. وكده يبقى جماعة يبقى انا اوريكم استعمال او عمل السماد بتاعنا اللي عملناه. السماد السائل طبعا عملناه طبعا زي ما قلنا من قشر الموز، شوية قشر موز على شوية قشر بطاطس، نقعناهم لمدة يومين ثلاثة، وبعد كده حطيناهم في جردل وخفناهم بمية، وبعد كده بدأنا ضفناهم لشجر الفول بتاعنا. طبعا شجر الفول هيستفاد منه، والزهور دي هتزيد، والقرن بتاع الفول هيكبر، وطبعا ادي حاجة طبيعية جدا من البيت. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ولو اول مرة تشاهد الفيديو او تشاهد قناتي هتلاقي فيها شوية فيديوهات برضو كده متواضعة على قدهم. ياريت طبعا تعمل لايك واشتراك، ولو في تعليق وممكن تقول لي انا شفتك من اني بلد يبقى كتر خيرك. طبعا قناتي يوميات والبنات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.